الربيع 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 عافية بالأبطال. قال قالت قالت قال قالت قالت سوعة سعاد سعاد سوعة سعاد سعاد إن أنا أنا إن أنا أنا أريري أريد أريد الر الر بي الربيعة الربيعة شوف هنا الربيع وهنا الربيعة. شوف هنا العشبية مالتها آخرية متصلة ونغمض عينها لأن سبقها حرف كريم، وهنا آخرية أيضا متصلة لكن اختلفت بالحركة. هنا سعاد شبيها العشبية وسطية شبيها وسطية. كمل هنا ال الماء المطا المطار المطر ال الماء المطا المطار المطر. هذا يا موضوع اخذناه المطر ونازل تذكروه اخذنا كلمة المطر. يا ان يا ان ينزي ينزيل ينزيل يا ان ينزي ينزيل ينزيل مين 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 مينة مينة. يا حرف هذا حروف الجر كم حرف سنة ماخذين؟ اف اي في في ومي ان من السا السا ماما السمائي السمائي السا السا ماما السمائي السمائي. هيا همزة همزة واصل محلاها نكتبها وما شوفوا الاس بناش فيها يا اس اس وسطية اس وسطية والهمزة وين هنا عندها على السطر لكن شبيها مكسورة و يا اس يسقي يسقي يا اس يسقي يسقي الاس شبيها هنا الاس وسطية الاس وسطية الز الزر الزرعة الزرعة ال ال الزائر الزرعة الزرعة. شوفوا الآخرية منفصلة سبقها شنو حروف نحيس ومني حروف النحسة د اف ار اس ا او. كم حرف نحس عندنا؟ ستة. كم حرف مد عندنا؟ ثلاثة ا او اي. عافية بالأبطال. ا ال ال ان انا الناس الناس ان انا الناس الناس. شوفوا الاس تشبيه هنا ايضا اخر يوم منفصل لان سبق حرف نحيس اللي هو الا. تقوقو تقول تقول نائز نزرع 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 و الآلة لا الآلة لا الآلة لا الآلة لا نقطع 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 يعني نزرع ولا نقطع نزرع ولا نقطع يعني ما يصير من نشوف الورد يتفتح فصل الربيع ما يصير نقطع الورد حتى يصير شنو منظره حلو شو يصير منظره حلو. شوف الآخرية شبيهة متصلة لأن ومغمضة عين لأنه سبقها حرف كريم. زين موضوعنا يتكلم عن منو؟ عن الربيع. الربيع فصل من فصول السنة. بالسنة كم فصل عندنا؟ أربع فصول. أربع فصول الصيف والشتاء والخريف والربيع. الربيع إيش وقت يجي فصل الربيع؟ بعد الشتاء. بعد الشتاء ما يخلص يصير الجو حلو والشمس بتطلع حلو والورود تتفتح والأزهار تتفتح. الناس تقوم تلبس ملابس مو ثخينة حيل ولا خفيفة، الجو يصير حلو تروح العالم سفرات، فهذا نسوي نسميه الفصل فصل الربيع اللي هو يكون بين الشتاء والصيف. الصيف شلون يكون الجو مالته حار؟ شلون يكون؟ حار. نلبس ملابس صيفية، وبالشتاء نلبس ملابس ثخينة. والخريف الخريف كئيب،
الأوراق بيت الساقط. لكن فصل الربيع شبيه؟ فصل من فصول السنة الحلوة، يكون جميل، الأزهار بيتتفتح، العالم تروح سفرات، الخضار يصير أوراقها كلها خضرة. فهذا نسميه فصل، فصل الربيع. شو نسميه؟ فصل من فصول السنة. فصل من فصول السنة. وبالسنة كم فصل أكو؟ أربع فصول. كم فصل أكو؟ أربع فصول، الصيف، الشتاء، الخريف، والربيع. كم فصل؟ أربعة. زين، تعالوا نشوف شنو عندنا شخصياتنا بالموضوع. عندنا بس فقط اسم بنية اللي هي اسمها سعاء. شو اسمها؟ سعاء. أما باقي الكلمات كلها متكررة علينا ومو جديدة عليكم، لأن كلها ماخذيها الحروف. تمام يا حلوين؟ هذا الموضوع اللي كتبه يا أبطالي، نكتبه ثلاث مرات بس، نكتبه ثلاث مرات بدفتر القراءة. هذا حتى يكون واجبكم يا حلوين. تمام؟